أنا أبو الفشك منافيخي، قائد كتيبة أحرار كلاسي. بالنسبة لي أنا معي إعاقة شلل أطفال من الصغر. هذا الشيء ما أثر علي، بالعكس زادني إصرار وزادني عزيمة إنه أتم مستمر. مع إعاقتي ما زلت مستمر. في أول الأحداث المسلحة كان معي بعض المال، الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء ما حفزني غير إيش؟ إنه أجتهد أكثر واشتريت فيه سلاح. اليوم كان يقولوا إنه نظام وما نظام، اليوم ما بقى نظام. اليوم اللي عم بقول إنه عبقاة النظام هذا إنسان مخبول أعده. اليوم كل الناس تعلم أنهم ميليشيات وطائفيين. أنا أخرج إلى الجبهات أتفرج أرى الرايات يا حسين ويا علي ويا الفاطميون، يعني أتوا من كل بقاع الأرض يقاتلوننا. النظام نحن أسقطنا النظام، نحن كنا نسقط النظام أسقطناه، والنظام من سنوات سقط. لكن أتت إيران وأتت روسيا وأتت الصين وأتوا داعمي النظام لو تحاصرت حلب. أقول للنظام سترى منا المفاجآت، والله نحن مستعدين أن نخرج كلنا مشروع شهادة. نحن خرجنا من الأساس مشروع شهادة، سترى منا المفاجآت بإذن الله عز وجل.